مساءكم سعيد طلابنا الأعزاء، واليوم راح نبدي بأول تمرين بالأكتيفيتي بوك كتاب النشاط بلسن 1، اللي هو التمرين اللي يتعلق بالصفحة اللي البارحة قريناها بكتاب الطالب، اللي هو يتعلق بالعلاجات والأدوية والشغلات المفاصل والأفعال وهذه كل هالأشياء، وأيضا أحد التمارين المهمة اللي نقول يعني ماكو سنة من السنين ما اجت فد شغلة من هذه الصفحة. عندنا أول شيء نبدأ نحل، هنا عندنا التريتمنت اللي هي المعالجات. شنو يعني المعالجات؟ الأشياء اللي نستخدمها كأربطة وكمسكنات، مثلا عندنا هنا الباندج، كريم، الميديسين، بلاستر، البولز، الأدوية أو الحبوب، وباقي الأشياء مبينة تعرفوها. نجي على هنا الجوينتس، الجوينتس اللي هي المفاصل. عندنا أول مفصل اللي هو الأنكل الكاحل، الأنكل الكاحل، والإلبو اللي هو المرفق، والني الركبة، شولدا اللي هو الكتف، والرست اللي هو مفصل الرسخ. نجي على الverbs الأفعال، هنا عندك birth يتنفس، cough يسعل، faint يغمى أو مغمى عليه، sneeze يعطس، swallow يبتلع أو يبلع. وعندنا inside and outside the body اللي هو blood, bones, heart, skin و stomach اللي هي المعدة. خلوا ببالكم أنه دائما هنا stomach ال CH تلفظ stomach. okay. نجي على التمرين الآخر اللي هو التمرين C at page 3 بالصفحة 3 من كتاب النشاط. عندنا هذه الإسقاطات، هذا تمرين الإسقاطات أيضا أحد التمارين المهمة عندكم اللي لازم تفهمها حتى تجاوب عليها. عندك منطق مجموعة كلمات بالبوكس هنا، bleeding انزف، broken مكسور، hearts يؤلم، pain ألم، سك يتقيأ، سور يتقرح، دزي وسنيس. هذه الكلمات كلها لازم توزعها انت بالفراغات، وهذا احد تمارين الاسقاطات المهم اللي لازم تفهم معناه قبل ما تحله. Have you got a cold? No. Always sneeze. دائما لدي عطاس. When I put pepper on my food. لما أضع الفلفل في طعامي فأني صار عندي عطاس. يعني لازم أنت تفهم الجملة حتى تخلي سنيز. يجي على 2. He was sick. هو كان يتقيأ 3 times in the night. 3 مرات في الليل. I think the food at the restaurant where he eat wasn't very fresh. إنه هو اتقيأ 3 مرات أثناء الليل، يعتقد بأن الطعام اللي تناوله بالمطعم لم يكن طعام طازج، لم يكن طعام فريش. 3. She cut her hand while she was chopping vegetables. هي قطعت إيدها while عندما أنه كانت تتقطع الخضروات. I it was very deep cut and it was bleeding. وكان الجرح عميق وينزف a lot كثيرا. So she had to go to hospital and have it stitched. وقمنا أو قام الطبيب أو بالمستشفى قاموا بخياطته. My back ظهري hurts. ده تشوفون هنا عندنا اسم العضو، دائما كلمة heart إذا كان اسم العضو هنا مفرد أو فاعل مفرد راح يتبع اسم الشخص الثالث بالفعل. All the time it only feels okay when I am lying down. إذا ظهره بألم إذا يحتاج إلى أن يستلقى أو يضطجع. She can't play tennis. She has broken her right arm. إذا هي عندما يعني ما تستطيع أنه تشارك بلعب التنس. ليش؟ لأن ساقها أو ذراعها الأيمن مكسور. ذراعها الأيمن مكسور. 6. I went swimming yesterday and now my eyes are sore. عينها متقرحة. From the medicine in the pool. From the chemicals in the pool. أكو مادة كيميائية بحوض السباحة جعلت عينها تتقرح. Where exactly is the pain? عندما بالضبط الألم. And how long have you had it?
بالضبط انه شعرت بالالم، كيف كان يؤلمها او بشكل يعني كثير. It was a very hot day and she hadn't eaten or drunk anything a day. That's why she suddenly went pale and felt dizzy during the lesson. لون وجهها كان pale. Pale يعني أصفر أو باهت فجأة، لذا هي شعرت بالدوار أثناء الدرس. Okay. لم تأكل أو تشرب أي شيء، ده يقول hadn't eaten or drunk anything، لم تأكل أو تشرب أي شيء طول اليوم، فلذلك ظهر عليها الدوار. ده تشوفون هذا التمرين طلاب، أريدكم ورا ما نكمل المحاضرة ترجع لهذا التمرين وتحله ويا نفسك، وتحاول إنه تشوف كلمة كلمة إنه فهمت معناها، وإذا إجاك بأي طريقة إنه تقدر تحله، حتى من هسه انه انت تضبط الوحده الاولى واسقاطاتها وكل الكلمات المهمه بيها والافعال الجديده عليك، وان شاء الله انه تمرين تمرين ما نعوف تمرين ما نحله وما نفهمه، وان شاء الله نلتقي بمحاضره جديده. لا تنسون اللايك والدعم والمشاركه ويا اصدقائكم للفائده. شكرا جزيلا، مع السلامه.